أنا الدكتور سامح علي، مدير مركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة ليها في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. بشتغل في جامعة كاليفورنيا في كلية الطب، أستاذ مساعد. كنت طول الوقت نفسي إن أنا أرجع مصر، بس ما كانش في فرصة. المدينة ما هيش جامعة فقط، وما هيش برضو مركز بحث فقط، لكنها يعني مصممة بحيث إن إحنا بندور في فلك مجموعة من المشكلات اللي موجودة في المجتمع المصري. أنا شهيرة نوفل، صيدلة القاهرة، لكن عملت الدكتوراه بتاعتي في ألمانيا في جامعة اسمها ساغلاند. تخصصت في النيوروفسيولوجي، يعني فسيولوجية الأعصاب والمخ. البحث اللي أنا هشتغل فيه هيكون في أسباب أمراض الألزهايمر اللي هو الخرف الشيخوخي، وأسباب مرض الباركنسونيزم اللي هو شلل الوعاش. وكمان هحاول ان شاء الله ان احنا نلاقي علاج للمرضين المهمين دول. الكليه طبعا بالضروره يعني مهتمين بالشيخوخه، لكن اهميتها برضو منطلقه من انها مصحوبه بكتير جدا من الامراض اللي بتؤثر على اداء الشخص في المجتمع وقدراته على ان هو ينتج ويصبح مواطنا منتجا. يعني احنا هيكون عندنا تجهيزات، هذه التجهيزات قادرة على دراسة أمراض السرطان، أمراض القلب، وهي كلها أمراض مهمة في الشيخوخة بصفة عامة. عندنا برضو إمكانية إن احنا ندرس الأمراض اللي هي ليها علاقة بالغدد، أو أمراض اللي ليها علاقة بعمليات الأيض، أو عمليات اللي هي تكسير الطعام زي أمراض السكر وخلافه. أنا محمد حمدي، باحث في مركز الشيخوخة والأمراض المصاحبة ليها، خريج جامعة الفيوم كلية علوم 2010. كان ليا الشرف جدا إن أنا ألاقي مكان جوه مصر بعد تخرجي، مكان بحثي بالدرجة ديت إن أنا أشتغل فيه. إحنا شغالين هنا بندرس الأمراض اللي بتصيب الناس في كبار السن، أمراض التدهور الذاكرة ديت، وإزاي إن إحنا نقدر نأخر دوت عند كبار السن. شغالين على أجهزة متقدمة جدا مش موجودة في الشرق الأوسط كله، مش موجودة في أفريقيا كلها. نتمنى إن احنا نقدر بإذن الله ربنا يوفقنا نوصل لحل للمشاكل الكبيرة جدا عشان نقدر ننهض بمصر. معدل العمر الصحي في مصر احنا أقل من معدل العمر نفسه بفترة طويلة، يعني بسنين عديدة، ممكن بعشر سنين. يعني بمعنى إيه؟ إن احنا اللي عندنا عمره 60 سنة تلاقيه مكافئ للي عنده عمره 70 سنة في البلاد المتقدمه. اسلام بوليزيد قوق، باحث في مركز امراض الشيخوخه والامراض المتعلقه بها في مدينه زويل. التحقت يعني بالمركز من حوالي شهرين او ثلاثه. المشكله البيئيه في مصر، مشكله التلوث البيئي، كانت اكبر من ان احنا نتجاهلها، خاصه التسمم او التسمم ببعض الغازات السامه زي اول اكسيد الكربون والمعادن الثقيله. المكان البحثي بيتركز في استخدام بعض مركبات الفيتامينات في محاوله ازاله الاثار السامه المترتبه على التعرض لهذه السموم المنتشره في البيئه المصريه. احنا عندنا مجموعه اهداف، هدفنا هي تحسين مستوى المعيشه عند المصريين، ومحاوله يعني حل المشكلات المتعلقه بالصحه. أنا اسمي مها نور الدين، خريجة بايوتكنولوجي من جامعة العلوم الحديثة والآداب في 6 أكتوبر 2009. انضميت للمركز من شهرين. نحاول ندرس طريقة للقضاء على الخلايا السرطانية من خلال تكثيف المصادر الغذائية ليها وربطها بالساعة البيولوجية بتاعتها عن طريق جهاز الفريد والأول من نوعه في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. أنا عايزة أدي كل اللي أنا اتعلمته بره، عايزة أنقله للأولاد هنا في مصر، وعايزة أعرفهم إن كلمة معرفش دي بداية البحث العلمي. أنا عبد الرحمن مدحت، باحث في مركز أبحاث الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها في مدينة زويل، خريج صيدلة القاهرة 2010. التقدير الكلي اللي بيبحثوا فيه العلماء بقى لهم 166 سنة ومش قادرين يفهموا بالظبط إيه اللي بيحصل على المستوى الخلوي أو على جدار الخلوي. فما ينفعش إن إحنا نتفادى أخطار اللي بيحصل في البنج من غير ما نعرف طريقة عمله. اخطاره كتيره جدا ان هو ممكن يوصل لغيبوبه وتؤدي للوفاه. ان انا اشتغل في مدينه زويل دي حاجه اظن انها حلم اي مصري، ان هو ينقل مصر من لازم اعترف من الصفر الى 100 كيلو في الساعه. فده حلم رائع. دكتور زويل الحقيقه يعني عمل مشروع
انا بعتقد ان هو بارقه امل، واعتقد ان هو من اهم واكبر الانجازات لمصر بعد ثوره 25 يناير، وده كان احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اتشجع واخد قرار وارجع عشان انضم للافورتس او المحاولات الجاده، يعني ان احنا ناخد مصر ونحطها على الطريق الصحيح تاني.